هلو جيرلز، صباح الخير، صباح الفل على احلى متابعين. كاش قهوة، كاش شاي، كاش سكر، يا السكر. المهم اليوم راح نديكم معايا لافاك. قبل ما نبداو الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب اذا عجبكم الفيديو، وكومنت باش تشجعوني. اوكي اوكي ليتس جو. اليوم جاتني صاحبتي ورحت معها لافاك، راح نعطيكم على النبأ. اول حاجه هذه الكور، اللي ما يعرفش على النبأ هذه بلاصه اسمها الكور، ومن البدايه هذه راح نمد لكم دي كونساي راح يفيدوكم في لافاك. اول كونساي هي اللبسه، مش اوبليجي عليك تلبسي لبسه كل يوم جديده. اي با مش لازم ديري لبستك، لازم تكون نقيه نظيفه مرتبه ومحدده. اوكي ركزي على الامور هذو. بالنسبه للبسه الجديده مش لازم، بس كل مش الناس كل عندهم سوارد، ومش الناس كل حين يشريوا لبسة ديما. نصيحة تانية هي الميك اب. بليز 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 جيرلز، اللي قاعدين يديروا كيلو في وجههم غير يحبسوا، بس كو دي مو دي تعملي كيلو في وجهك وتروحي بيه لافاك، ما هوش عرس، ما هوش عرس، راهي راح تقراي. اعملي سيمبل ميك اب جوغ اينر يسيل، وفي فمك واش ديري، ديري كولور كلير جوغ كلاس، حاجه هكا ملاحه. مازلتي بامبونه صغيره درك وين طلعتي لافاك، مازال عليك الحال. وبالنسبه للصيف وفي الشتاء تقدري تستغني مثلا تعملي شويه غسيل، وفي فمك تعملي كولور هكا تاع الشتاء جوغ مارون هكا لاخطه كيماك، مي بصح كلير، ما تكتريش داكوغ، نزلتي صغيرة تفسديش لابو تاعك، بسيج دوجك ديجا في الوقت هذا، ولو الكل يحب واحدة هكا جي هكا ناتيغال هكا جوغ ما تكترش، و you know فهمتوني. راح نخليكم بس كي قربنا ندخلوا لافاك، وراح نخليكم تشوفوا لافاك تاع البوني عنابة. نعطيكم وش لبست اليوم. هذه لا روب جابها لي خطيبي من الصيف. بون خلينا نروحو. عنا هذا ديبارتمون تاع اونغلي، تاع انجلش ديبارتمنت، هنا اللي يقرا اونغلي. ما قدرتش نصور ياسر باردون، باسكو فريمون الناس ما نحبش نصور ياسر، الناس بالك كاين عبد ما يحبوش جوا. حنخليكم تشوفوا لافاك تاعنا من you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna
العسل كيما نتوما يا العسل. بالنسبة للنصيحة الأخرى اللي حنمدها لكم هي البنات. كي راح تطلعوا لفاك راح تعرفوا على بنات ياسر، سو ما تقولوش أسراركم، وقبل ما تعرفوا الوحدة لازم تمشيوا معها على الأقل 3 شهور 4 شهور، تعرفوها شوية على الأقل كومام. دوما دوك أي وحدة تجي تمدوا لها سركم تقولوا لها نو ماهيش جاية، احنا البنات نعرفوا عليهم عام من بعد باه نبداو نحكيو. واهم حاجه تعرفي تصاحبي البنات، واللي يقول لك باللي تطلع لافاك وتفسد نو، تربيه الوالدين عندها دور كبير، سو المربيه والحكمه اصلها ما عندها وين تهرب. عيشوا حياتكم، راكم كبرتوا ولازم تأمنوا مستقبلكم. الحاجة الأخرى بالنسبة للماكلة بالنسبة للماكلة كاين ريستو تقدروا تاكلوا فيه، واللي ما حبوش ياكلوا برا لافاك عنا بزاف لي فاست فود، خيري واختاري. هنا بون طلعنا من جهة دروا من الفوق. نشكر بزاف صاحبتي شانو اللي تعبتها اليوم معايا، او ماي جاد هبلتها هذا كل عجالكم. المهم نخليكم تشوفوا المنظر ومن بعد نرجعوا نتلاقاو. I'm a paper blind, wind is throwing me across the sky. Thanks to you, at least I can fly. I'm a paper blind. Ups and downs, they are all my wind waves. I am flying through the sky and don't care about the haze. Oh, I'm honestly the tide of my pretty flight, and it's sad. Paper blind, wind is throwing me across the sky. Thanks to you, at least I can fly. I'm a paper blind. This is what. قرب بفضل الفيديو راح نتوحشكم. المهم
اذا عجبكم الفيديو دعموني في الكومنتار وما تنساوش سبسكرايب. وحاجه واحده اخرى اللي حابه تزيد نعطيها لافاك باسكو كبيره ياسر ياسر، اكتبوا لي في الكومنتار ونزيد ندير لكم بارتي 2 تاع الفيديو هذا. بيس، حبكم، باي.